في خضم الأزمات المتفاقمة في تونس تتجلى بوضوح أزمة القطاع الصحي كدليل آخر على تدهور المنظومة العامة في ظل إدارة قيس إسعيد، حيث تعاني الصيدلية المركزية من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن تراكم الديون المستحقة على صناديق التأمين الاجتماعي والمستشفيات العمومية، والتي تجاوزت حالياً ما يفوق مليار دينار تونسي، مما أدى إلى تقليص طلبات الأدوية من الخارج وتراكم الديون تجاه الشركات الأجنبية، والتي تزيد على 600 مليون دينار. تأخرت هذه الالتزامات نحو 13 شهراً، ما يعكس خللاً بنيوياً لا يقتصر على قطاع الصحة فقط، بل يتسع ليشمل مختلف القطاعات الحيوية. السبب المباشر للأزمة يكمن في تراجع الدعم الحكومي وانشغال السلطة التنفيذية بالصراعات السياسية وإقصاء المعارضة، فيما تتدهور الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إذ كان من المفترض أن يتم العمل على حلول عاجلة لدعم القطاع الصحي وتأمين احتياجات الصيدلية المركزية باعتبارها مؤسسة وطنية مسؤولة عن توفير الأدوية للمستشفيات والمواطنين، إلا أن السلطة الحالية لم تولي أهمية لهذه القضايا، مما أدى إلى شح الأدوية والمواد الصحية في المستشفيات وتراجع الخدمات. أما البرامج الإصلاحية التي طرحتها الحكومة مثل رفع الدعم عن بعض الأدوية المصنعة محلياً وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات لا تعالج أصل المشكلة، بل تركز على حلول سطحية لا تعالج عجز البنية التحتية وانهيار النظام الصحي. إن استمرار هذه الأزمات دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تدهور أكبر في الثقة بين المواطنين والدولة، مما يزيد من تعقيد الوضع العام في تونس ويؤكد على فشل المنظومة في ظل إدارة تفتقر إلى التركيز على الأولويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.